واش تقدر تعيش بلا انترنت؟ لا لا ما نقدرش، واصلا انا ولد لافيل ما نقدر، صعيب عليا. انا ديما فاتح يومي من نعطيك من مناش كنفيق من 10 ديال الصباح حتى الوحدة ديال الليل. اصلا الانترنت حنا كنستافدوا منه، راه العالم كامل كيستافد من الانترنت. كذب عليك الكذاب اللي يقولك الانترنت ما كيستافدوش منه. كاين اللي كيخدم به، وكاين اللي كيدوي مع مراتو، وكاين اللي كيدوي به مع صاحبشو، وكاين اللي كيدوي به مع صاحبه، كاين اللي كيخدم به، وكاين اللي عنده قناه خصو يشوف شنو كاين شنو. بزاف د الحوايج صعيب علينا، وانا صعيب علي نعيش بلا انترنت، صعيب بزاف. ما يمكنش، راه امبوسيبل شي واحد دابا، امبوسيبل شي واحد يعيش بلا انترنت. على راسي ما يمكنش، انا كاين يمكن تعيش بلا انترنت، مولفه بزاف، ولي فين كندوز بزاف ديال الاوقات ديالي، كيلايني على شحال من حاجه. وصافي، واش تقدر تعيش بلا انترنت؟ معلوم نقدر نعيش بلا انترنت، حيت تزادينا بلا انترنت، ما يمكنش الانترنت غادي يدخلنا مع الدم، فهمتيني؟ كتعرف ان الانترنت ولا كيقرب بزاف ديال الوسائل، يعني انت كتكون ما تقدرش تعيش بلا بيه. نقدر نعيش بلا بيه، انا دابا 3 موا ما مكونيكتيش عادي، فهمتيني؟ حيت غادي يجي واحد الوقت التكنولوجيا غتحيد اصلا، انا خصو يولف شويه الناس بلا انترنت. واخا الاحتياجات كاملين كاين ديال الناس، يعني كتوفر بلا انترنت تقدر تعيش بلا انترنت. انا قد نعيش بلا انترنت، يقدروا يبقاو غير لي زابيل بيني وبين الناس اللي بروش ليا، وصافي نحط التليفون. يعني الانترنت ماشي مهم؟ لا ماشي مهم، لا ما نقدرش نعيش. علاش ما تقدرش تعيش؟ حيت هذاك الشيء كما التكنولوجيا مشات لينا في الدم، يمكن شي واحد يعيش بها. كتشوف ولد صغير في عمره مده ديال سنه ولا سنتين، كتشوف توا التكنولوجيا مشات ليه في الدم، ما يمكنش نعيشو فيها. التكنولوجيا عالميه، يعني ما يمكنش يعيش فيها شي واحد. تقدر تعيش بلا انترنت؟ نقدر نعيش بلا انترنت. تقدر تدوزي نهار كامل بلا انترنت؟ نهاري كامل، حيت ديجا انا دابا تنعيش غير بلا زابيل، زعما ما عنديش مشكل. وتنعتقد انه الانسان حاليا ما يمكنلوش يعيش بدون انترنت لاعتبارات متعدده. اولا على ان التطور اللي وقع الان على المستوى العالمي كيلزم كل واحد فينا انه يستعمل الانترنت، واخا غير فيما يخص ما يتعلق بالمسائل الاداريه راه ولا الانترنت ضروري. فالاداره تقريبا حاليا كلهم ولاو كيعتمدوا على لي بلاتفورم باش يخدموا المرتفقين. اذا هذا جانب، ولا كيلزم الاكثريه ديال الناس انهم يستعملوا الانترنت على المسائل الاداريه. بعد اولا دابا كيف كتعرفوا راه الباسبور، بزاف ديال اداره الضرائب، بزاف ديال المؤسسات الاداريه اللي اصبحت كتستعمل الانترنت على انه تقريبا هو صله الوصل بينها وبين المرتفقين. اذا انا كنعتقد انه ما يمكن هذا السؤال، هذا ما يمكن ليناش نعيشوا بلا انترنت، ولكن بالموازاه مع ذلك ان كاين فرق بين الناس اللي هما يعني شباب اللي هما الان حلوا عينيهم في الانترنت واصبح جزء من الحياه ديالهم، هذو كنعتقد انهم لا يمكنهم يعني الاستغناء عنه. كاينه واحد الشريحه اخرى ديال واحد الناس اللي هما وصلوا واحد المستوى معين من السن، تنعتقد انهم كيستعملوا الانترنت ولكن بطريقه ماشي يوميه، يعني بطريقه يعني اقل حده من الشباب ديالهم. شكرا. لا ما نقدرش نعيش بلا انترنت، ما نقدرش. علاش ما تقدرش؟ وانا ما كانش الانترنت ما كاين والو. شنو كدير بلا انترنت؟ الا كنت شي حاجه ديال القرايه ولا شي حاجه، ماشي الا ما كانش راه ما حلا والو.